بنات الشمس معي أنا أماني. مرحبا. بآخر السنة الماضية انطلقت عبر وسائل الإعلام الإلكتروني مبادرة ثقافية اجتماعية مهمة تحمل عنوان المرأة كلمة ونداء سلام، كخطوة ثقافية الهدف منها دعم الحركة الأدبية بما يخص قضايا المرأة والعمل على إحلال السلام. المبادرة أطلقها ملتقى سوريات يصنعن السلام وراديو هي برودكشن، لتكون هالمبادرة نشاط مجتمعي بقالب ثقافي أدبي مستقل مختص بشؤون المرأة. وعن هدف المبادرة حكت وصال يونس مؤسسة المبادرة أنه هو بالدرجة الأولى تشجيع للقراءة والكتابة وإعادة الحيوية للوسط الثقافي بتلاقي وتداول نصوص أدبية من خلال مسابقة وإقامة أمسيات لائقة وعلى مستوى راقي وصناعة أغنية هادفة بتلامس قضايا المرأة السورية، وكل هاد بصب إطار إحلال السلام لتشكل كل هاي الخطوات خطاب أدبي ثقافي ضمن سياق عمل مستقل نابع من المجتمع وبصب فيه وبيدعم الاختصاص بشؤون المرأة لتفعيل خطوات إحلال السلام عبر مفردات المحبة وتأهيل الفكر وتثقيفه بثقافة معرفة الحقوق ومناهضة العنف. ومن جهة تانية بتهدف المبادرة لإحياء الحالات التشاركية والعمل المجتمعي القائم على التطوع بهدف الترويج للعمل الأدبي عبر مجموعات بشرية من المتطوعين السوريين. طبيعة المبادرة هي عبارة عن مسابقة بيتم فيها استقبال نصوص أدبية فكرية تتناول واقع المرأة وقضاياها ومشاكلها مع المجتمع المحيط ومع القانون، مثل تعنيف المرأة وتنميط صورتها والتقليل من شأنها وعدم إنصاف القانون إلها وغيرها من المشاكل. وهي المشاركات والنصوص بتم تقييمها من قبل لجنة متخصصة حسب احتوائها وعرضها ومعالجتها للنقاط اللي حكينا عنها، بالإضافة للقيمة الجمالية الأدبية والفنية يلي بتقرر مستواها كمان لجنة أدبية مختصة. وهيك بتم اختيار النصوص يلي بتحمل أكبر قدر من التذوق والفائدة الممكنة، بمعنى استقطاب نصوص أدبية فكرية مولودة من ساحة اجتماعية لتدعيم ثقافة مطعمة بمقولة المرأة والسلام. هي كانت طبيعة المبادرة، وبالفعل تم استقبال عدد كبير من النصوص والمشاركات وتم اختيار الأفضل منها، ونشرت نتائج المسابقة وأسماء الفائزات على صفحة المبادرة على الفيسبوك يلي عنوانها مبادرة المرأة كلمة ونداء سلام. فيكن تدخلوا على الصفحة وتتعرفوا على المبادرة أكثر وتتابعوها للمشاركة فيها في حال انطلقت هاي السنة كمان. وبالختام تحية للقائمين على هالمبادرة وكل المبادرات يلي عم يصنعوها بنات الشمس أو يلي عم تتوجه لبنات الشمس. بنات الشمس معي أنا أماني.